هذه فرصة عمل حر أو بزنس كبيرة لكل البنات الموجودين في كانو حاليا. قبل فترة الحزبة اللي هي نقدر نقول زي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كانو منعت الاختلاط في الأفراح. يعني ما عاد صار إنه مثلاً دي جي رجال يحيي فرح ولا غمرة ولا شبكة حقت حريم، فلازم دحين الدي جي تكون حرمة. الشسمه الأوشرز ولا اللي بيوزعوا الأكل ولا اللي بيرتبوا المحل كله لازم يكون نساء. إذا كان الفرح حق نساء يكونوا كله نساء، ما عاد صار في اختلاط. فهذا إيش يعني؟ هذا يعني فرصة كبيرة لكل البنات اللي عندهم اهتمام سواء كان بالأوشرين، سواء إنه أنت تكوني كعمل حر أو لا، إنه أنت تفتحي شركة ولا تفتحي بزنس وتجيبي ناس تحتك وهم يسووا هذه الأشياء، سواء كان دي جي سواء كان إم سي. هنا إذا ما تعرفوا هنا في نيجيريا الأفراح يكون عندنا إم سي. إم سي اللي هو يتكلم يقول أوه أهل العريس وصلوا، أهل العروسة وصلت، دحين زفت العروسة، دحين مثلاً وقت العشاء، دحين مثلاً صحبات العروسة حيدخلوا زي كذا. لأن الأفراح النيجيرية يكون فيها أكثر من زفة، أهل العريس ينزفوا، أهل العروسة ينزفوا إلى آخره. وغير كذا يكون بين مثلاً إنه وقت الصلاة حنصلي المغرب مثلاً ونكمل، حنصلي العشاء ونكمل زي كذا. ومثلاً إذا أحد إذا في الأفراح اللي يكون فيها مثلاً ناس معروفين سواء كانوا مشاهير ولا عندهم مناصب حكومية، أو فلان الفلاني وصل، أو فلان الفلانية وصلت، يلا رحبوا بها ولا نحط لهم هذه الأغنية ترحيب زي كذا، فهمتوا؟ فالإم سي اللي هو مقدم الحفل فرصة مرة كبيرة للبنات، لأنه دحين صار الإم سي الرجال وفي منهم كثير ما حيقدروا إنهم يحيوا أو يكونوا في ضمن حفل نسائي. الدي جي كمان نفس الحكاية. غير كذا في هنا ريسنتلي أتوقع في الخمس سنوات الماضية طلع شيء يسموه أريبيان نايت. أريبيان نايت اللي هو تكون شفتوا زي كيف حفلة توديع العزوبية، العروسة تسوي لصحباتها وكلهم يلبسوا عبايات إنه يلبسوا شيء عربي وكذا. فحس هذا كمان حتكون فرصة مرة كبيرة للبنات اللي هم من مواليد السعودية إنه هم ما يعرفوا أغاني عربية وما يعرفوا زي كذا، ويجيبوا غالبا دي جي نيجيري. بس لما تروح تكون من مواليد السعودية تقدر تعطيهم مثلا تنظيم فكرة الديكور كيف حيكون، مثلا الدريس كود إيش حيلبسوا كيف حيكون، بعدين الأغاني اللي حتكون موجودة في الفرح، الزفة، الفعاليات إضافية إلى آخره. فرصة مرة كبيرة لا تفوتوها.